شرفتنا. بس بقى بس كفاية كده بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا. ايه اصل البنايه لسه جايه مصر بقى لها كام يوم. بسكوت بسكوت يا باشا، عايشه في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوه بيها، احسن روح يتسعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس بدات تفوق اهي. مين فيكم بقى كوري عبد العاطي؟ ايه ايه يا سعاده الباشا اللي واقفه قدامك بتتصربط دي، وعامله وهي وقربتها حوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العماره كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العماره، حتى الست الغلبانه دي بتاعت الخضر دفعت، انما هي من الشايفه رقنا. ومع ذلك يا سعاده الباشا عندها محل لمؤاخذه كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قرابتها متجوزه امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيخه من هنا لهنا. شوفك نايمه في تربتك يا بعيده. طب انت كويسه دلوقتي؟ احسن كويسه. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجه في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جري يا حاجه. معلش معلش يا باشا، هي اصلها تعبانه شويه. معلش خليك معايا خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي روح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح، انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايفه شايفه سعاده الباشا اللي اتأدبها وطولة لسانها؟ دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج دي راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه 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 يا سعاده الباشا، ايوه ايوه، احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدب الحي وهننتدب لجنه هندسيه تيجي تعاين البيت، وهي اللي تقول لنا هو محتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ الله، ده انا جاي بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيل لها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ These are 3 of our finest diamonds from all over Europe. Every single one of them has a history. The first one, as you can see, this used to belong to Hitler's wife. It was part of her collection. The next one was owned by a prince. He loved a French woman very much and gave it to her. The last one doesn't yet have a history, but you could be the ones to write it together. ايه رايك يا حبيبتي؟ يا حبيبي حلوين قوي، انا مش مصدقه. ربنا يخليك ليا يا رب. I don't like any of them. I want a big piece for my love. I once been in Mexico, I found a huge diamond. I want something like that. Sorry, Andrew. Okay. Sorry to hear that, Mr. Marwan. Sorry. But if you change your mind, you know where to find me. Okay. Bye, Andrew. Bye. ليه يا حبيبي؟ ايه دي؟ بطن البقرة؟ ايه بطن البقرة دي؟
أنا عمري ما سمعت عن حتة في مصر اسمها بطن البقر. أنا لف في مصر كلها، شارع شارع، حارة حارة، كشك كشك، زنقة زنقة، ما سمعتش عن حاجة اسمها بطن البقرة. تاخدوا بنتي أنا تودوها في حتة زي دي من غير ما تستشيروني أنا إزاي؟ يا أنكل أنا روحت زرت هايدي، بس بصراحة المكان مش نظيف خالص وبيئة جدا، بس ده المكان الوحيد اللي محدش هلاقي هايدي فيه. لا 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 لا، البنتي بتقعدش في الأماكن دي أبدا، مشوها لو سمحتوا، مشوها من هناك خالص، خلوها تهاجر هجرة غير شرعية، يعني بنتي بنت ناس مش بنت أي واحد من الشارع. واضح جدا يا أبو طالب بيه إن أنا غلطت لما قلت لسيادتك على مكان هايدي على سبيل المعرفة، وطبعا أنا مش محتاج أفكرك لما حبيت توديها مكان تبعك وديتها فين. دكتور نادر معلش أنا هضطر، آسف، أشوف محامي كبير يدافع عن بنتي. تبدل ما تدافع عنها وتطلعها براءة تبعت لي ناس يتحفظوا على بيتي ويعملوا لي قضية تبديد ومرتب شهري. ده إجراء قانوني مؤقت بسبب الحسابات اللي حضرتك فاتحها في بنوك برا، واللي أنا قلت لك تقفلها 100 مرة وحضرتك مش عايز. شكوا إن هايدي ممكن تكون حولت لك جزء من مبلغ على أي حساب من الحسابات دول. حسابات هايدي هايدي حلتها حاجة ينفلسها وحالتها نيلة. ده رأي سيادتك، بس مباحث الأموال العامة وهي بتعمل تحرياتها ده اللي توصلت له، فطلبت من النيابة تاخد قرار بالتحفظ على أملاكك، والنيابة وافقت. مباحث شغالة والنيابة شغالة، حضرتك كل اللي عملته وديته بنتي بطن البقرة. بطن البقرة مليش دعوة لا بالبقرة ولا ببطنها، أنا عايز أشوف هايدي. بنتي وحشتني لو سمحتوا، فين هايدي؟ ياما بس اللي طلع نوال عند إبراهيم ياما، أنا كنت فوق، هتطلع إزاي بس؟ ولا انت هتستعمني يا ولا ولا ايه بالظبط؟ لا ده انا شايفاها بعينيا اللي هتاكلهم الدود ده اهي، ومسكاها وقفشها من رقبتها كده اهو، بايديا اللي هتاكلهم الدود بالهنا والشفا ان شاء الله. ولما انت قفشتيها يا ست النصحه ما سالتهاش هي ليه؟ لا هي كانت هتفوت عليا ولا كانت هتفوت عليا، سالتها يا اخويا قالت لي قال ايه، سمعت صوت بينده عليها من بير السلم، قال دخلت تشوف مين، ما لقيتش حد، زي ما دخلت زي ما خرج. اصل انا هندي يا اخويا ولا انا مختوم على قفايا؟ يعني قالت لك ان هي ما طلعتش. بقول لك ايه، ريحها شوية كده، أنا رايح بروفة مع الواد البليه عشان عندنا فرح كبير قوي ياما، ادعيلي. ربنا يكرمك يا ابني يا رب. بقولك ايه، أنا عارفك، الخمسين بلبل، استني بس، ايه مش تفهم الموضوع، الخمسين بلبل دول عشان خاطر أحلى أم، واخدهم عربون من الواد النسر، تجيب لنا نص كيلو لحمة وتزبطينا بقى نفسك كل لحمة ياما والنبي. إلهي يطعمك ما يجوعك ويسقيك ما يعطشك يا رب يا ابني يا حبيبي. ربنا يا ابني مصاريني. بقول لك ايه يا واد؟ ايه يا حاج؟ هو الواد نسر ما ادالكش غير 50 جنيه ده؟ اداني 100 ياما، 50 جبت لابراهيم نص فرخه والباقي جبت له بدواء، وال50 الثانيه اهي في ايديك ياما. في ايه؟ يا سلام يا اخويا، وانت تجيب لابراهيم كبدك دواء ليه؟ ها؟ لما بيقف على عربيته ويحط الكبده في الشندوتشات ويبيعها للناس كان بيدي لك حاجه؟ ياما حرام عليك ياما، ادعي له ياما ربنا يقومه بالسلامه. اخويا انا قلت حاجه؟ ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. سلام يا احلى ام في الدنيا. سلام يا اخوي، بس انا مش هيهدى لي بال الا لما اعرف البت نوال